كلام الإمام تقي الدين السبكي بكتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام. هذا الكتاب طبع دار الجيل بيروت بالصحيفة 153، بيقول: اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين. شوف منا كلام عم بقول لك التوسل من فعل مين في راس الأنبياء والمرسلين، فبعد ذلك بيسترجي حدا يقول إنه التوسل شرك، كأنه عم بيقول الأنبياء على الشرك والعياذ بالله. شو قال؟ وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين، يعني العوام من المسلمين والعلماء والأنبياء والصالحين والمرسلين يتوسلون، يعني هذا الأمر معروف. مش ستك وستي بتقول اللهم بجاه النبي مثلا نور قلبه لابني مثلا، العوام بيتوسلوا برسول الله. فتخيلوا انتوا انه هول المتطرفين عم بكفروا كل هؤلاء الناس، كفروا الأمة بغير حق. شو بيقول السبكي؟ اسمع هلأ شو بيقول وهلأ حتفهم أكتر. عم بيقول السبكي: ها، ولم ينكر أحد من أهل الأديان ولا سمع به في زمن من الأزمان. يعني ما حدا من الإنس والجن من المسلمين ولا غير المسلمين قال إنه هذا العمل حرام. شو قال؟ قال: حتى جاء ابن تيمية. حتى جاء مين؟ ابن تيمية، فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار، وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار.